السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأيضا مستمعينا عبر أثير موجة 97 FM في كل مكان. حلقة جديدة تجمعني وياكم اليوم في الصباح رباح، وفي حلقة اليوم راح نتابع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يشارك المواطنين والمقيمين في فعاليات اليوم الرياضي للدولة. أنشطة وفعاليات متنوعة شهدتها قطر احتفالاً باليوم الرياضي. ومعنا أيضاً اليوم جامعة قطر تحتفل باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم. شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المواطنين والمقيمين في فعاليات اليوم الرياضي للدولة. فقد مارس سموه رياضة المشي والهرولة في ممشى الوسيل بمشاركة عدد من الأبطال العالميين والأولمبيين الرياضيين وعدد من لاعبات لجنة رياضة المرأة القطرية وطلاب أكاديمية أسباير. كما شارك صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في فعاليات اليوم الرياضي للدولة يوم أمس، وقد قام سموه بممارسة رياضة المشي في الشقب كما شاهد عرضاً للخيول العربية الأصيلة. شارك سمو الأمير الوالد سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ومحبي رياضة ركوب الخيل. ومن جهتها شاركت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في فعاليات اليوم الرياضي للدولة في المدينة التعليمية. وقد قامت صاحبة السمو بحضور جانب من الفعاليات التي صممت لتناسب كافة أفراد المجتمع احتفالا باليوم الرياضي للدولة، حيث نظمت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مجموعة متنوعة وفريدة من الألعاب الرياضية وتمارين اللياقة البدنية، والتي اتسمت بملائمتها للرجال والنساء والأطفال في مختلف فئاتهم العمرية ومستويات اللياقة البدنية، إضافة إلى تخصيص فعاليات تناسب الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يعكس التزام المؤسسة بتوفير إمكانية الوصول والشمولية للجميع. كذلك افتتح معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المسار الأولمبي للدراجات الهوائية على طريق الخور الساحلي، كما شارك معاليه في فعالية وزارة الداخلية في نادي قطر. نتابع التقرير. شارك معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في فعاليات وزارة الداخلية التي نظمها الاتحاد الرياضي القطري للشرطة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، حيث شارك معاليه في رياضة كرة القدم التي أقيمت بالسادس حيم بن حمد بنادي قطر الرياضي مع عدد من كبار المسؤولين والموظفين بوزارة الداخلية. كما شارك معاليه في عدد من الأنشطة الرياضية المختلفة التي أقيمت في الأستاد بهذه المناسبة. طبعاً اليوم الرياضي للدولة هاي بقرار من صاحب السمو أمير البلاد المفدى. اليوم زي ما شفتوا حضور معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وقيادات وزارة الداخلية. هذا يوم مهم ومن صميم عمل رجل الأمن. طبعا زي ما تعرفون إجازة رسمية من الدولة، لا يفوتنا أن نشكر جميع إدارات وزارة الداخلية على مشاركتهم وحرصهم على هذا اليوم، وأيضا نشكر نادي قطر على تعاونهم مع الاتحاد الرياضي القطري للشرطة بتوفير هذا الاستاد الجميل.
كذلك افتتح معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المسار الأولمبي للدراجات الهوائية على طريق الخور الساحلي، وذلك ضمن مشاركة معاليه في فعاليات اليوم الرياضي للدولة. وقد مارس معالي رئيس الوزراء رياضة ركوب الدراجات الهوائية في المسار بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء وعدد من مسؤولي اللجنة الأولمبية القطرية وهيئة الأشغال العامة والدراجين وذوي الاحتياجات الخاصة. مشاهدينا، بعد ما شفنا احتفالات اليوم الوطني والمشاركات من قبل القيادة، الآن إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم. معنا عبر الهاتف المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية فاطمة اليافعي. صباح الخير يا فاطمة. صباح النور والسرور يا هلا فاطمة. كلنا شفنا الطقس أو حالة الطقس المتقلبة، وكلنا تفاجأنا بدرجات الحرارة سواء أمس ولا اليوم، شهدنا انخفاض كبير. كلمينا عن الأسباب اللي أدت إلى هذا الانخفاض. هي أكيد في البداية شهدت البلاد يوم أمس طقس متقلب مثل ما ذكرتي، من غبار مطر وأمطار خفيفة ورياح قوية، وتكون الأجواء اليوم باردة بشكل عام مع بعض السحب وغبار خفيف إلى غبار مطر. ستتراوح درجات الحرارة الآن ما بين 12 إلى 15 درجة مئوية، علما أن أقل درجة حرارة سجلت بداية هذا اليوم وحتى اللحظة كانت في ترينا بلغت 7.8 درجة، بينما سجلت العاصمة الدوحة 11 درجة مئوية كأدنى درجة حرارة لهذا الشتاء حتى الآن، ومن المتوقع أن تصل العظمى نهار اليوم 16 درجة مئوية. وعليه ننوه بضرورة لبس الملابس الشتوية الثقيلة خاصة لأبنائنا الأطفال وأبانا وأمهاتنا كبار السن. كما نذكر باستمرار التحذير بالرياح الشمالية الغربية القوية على الساحل وداخل البحر، تؤدي إلى تصاعد الغبار والأسربة خاصة في المناطق المكشوفة من البلاد وارتفاع الأمواج لأكثر من 12 قدم داخل البحر. وعليه نشدد بضرورة تجنب كافة الأنشطة البحرية ومتابعة آخر مستجدات الطقس والحالة الجوية عبر حساباتنا الرسمية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق تطبيق أرصاد قطر لهواتفكم الذكية. دمتم في حفظ الله ورعايته وأسعد الله صباحكم، ومع تحيات إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. فاطمة اليافعي المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية، شكرا لك. إلى أقوال الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم وأبرز ما تناولته من أخبار مع زميلة فوزية عامر. نبدأ من صحيفة العرب وفي عنوانها الرئيسي: اليوم الرياضي
يجمع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع أبطال المستقبل. صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يشاهد عرضاً للخيول العربية الأصيلة. رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم الرياضي يؤكد تخطيط سليم لتعزيز نمط الحياة الصحية. إلى صحيفة الوطن، صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر تشارك في الفعاليات سباق وتمارين شاملة في مؤسسة قطر. وزير الثقافة والرياضة، الاستثمار في اليوم الرياضي أثبت نجاحه. الداخلية تنظم فعاليات متنوعة بحضور مسؤولي ومنتسبي الوزارة وذوي الاحتياجات الخاصة. إلى صحيفة الشرق، معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يشارك في فعاليات اليوم الرياضية. معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يفتتح المسار الأولمبي للدراجات الهوائية. جامعة قطر تفتتح الصالة الرياضية احتفالاً باليوم الرياضي، مشاركات طلابية واسعة في الفعاليات. إلى صحيفة الراية، سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني يشارك في الفعاليات التي نظمتها اللجنة الأولمبية. براحة مشرب تستقبل آلاف المشاركين في اليوم الرياضي. النيابة العامة تشارك في فعاليات اليوم الرياضي. النائب العام، قطر وفرت كل الإمكانات لممارسة الرياضة. فعاليات متنوعة بحديقة مؤسسة قطر، كبار السن يشاركون باليوم الرياضي. ونختم الجولة بصحيفة لوسيل، خلال احتفالية مجلس الشورى آل محمود الاحتفالات تجسد أهمية الرياضة في حياة الإنسان والمجتمعات. تنظيم ماراثون للمشي ومباراة ودية بين الجانبين، احتفالية مشتركة لوزارة العدل وأمانة مجلس الوزراء. سفارات وقنصليات قطر في الخارج تحتفل باليوم الرياضي. مشاهدينا ومستمعينا، فقرات متنوعة في انتظاركم، لكن بعد الفاصل خلكم ويانا. جدد الترحيب فيكم مشاهدينا ومستمعينا، وخلي الروح جامعة قطر والتي تشهد فعاليات خاصة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم مع نديبتنا مريم المنصور من هناك تنقل لنا الأجواء. صباح الخير يا مريم. مرحبا يا حنان، وصباح الخير عليكم مشاهدينا وكل من يشوفنا على شاشة قناة الريان. مثل ما نعرف كلنا مشاهدينا أن دولة قطر اهتمت كثير بالعلوم والتكنولوجيا، ويتمثل ذلك في المشاريع الضخمة وكل شيء نشوفه في البلاد خلال السنوات الأخيرة. وأيضا جامعة قطر اهتمت بالبحوث العلمية وأيضا في مجالات العلوم والتكنولوجيا بالتحديد، وأيضا في مجال المرأة. وعلى ذلك احنا اليوم موجودين بجامعة قطر وبالتحديد في مجمع البحوث للاحتفال معاهم بفعالية جدا جميلة، وهي اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم 2020، وذلك بالتعاون مع كل من مكتب اليونسكو لدول الخليج واليمن وأيضا اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. راح نتكلم أكثر عن هذا عن هذه الفعالية مع ضيفتي الدكتورة حمدة الصليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية. تفضلي دكتورة للتربية والثقافة والعلوم. صباح الخير دكتورة حمدة. صباح النور، يا أهلا مرحبا، أهلا بكم في هالفعالية. طبعا احنا هذا الاحتفال نحتفل به منذ 3 سنوات،
السنتين الأخيرتين كان بالتشارك مع جامعة قطر ومكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة. طبعا الاحتفال في يوم 11 فبراير كيوم عالمي ودولي للنساء والفتيات في مجال العلوم، مهم جدا هذا الاحتفال لأنه يعزز مشاركة وإسهام المرأة في مجال العلوم بكافة أبعادها وكافة أنواعها، ويعزز أيضا البحث العلمي اللي طبعا الدولة مهتمة فيه اهتمام كبير. طيب دكتورة، بما أنك دشيتي على أهمية هذا اليوم خلاص أسألك شوي، نبي نتكلم عن واقع الفتاة، الفتاة القطرية والمرأة القطرية في مجالات العلوم والتكنولوجيا كلها، كلمينا عنها. طبعا ما شاء الله بفضل اهتمام القيادة الرشيدة في دولة قطر بالمرأة في كافة الأصعدة والمجالات، سواء يعني في المجالات العلمية أو في المجالات العمل أو في مجالات التعليم والثقافة والتكنولوجيا، ما شاء الله. وأكبر دليل على ذلك أنه يعني عندنا قيادات مستلمة هالمجالات. يعني مثل الدكتورة تسلمين حبيبتي، عندنا يعني مثلا في مجال التكنولوجيا شركة الاتصالات مسكتها الدكتورة حصة الجابر، عندنا في قطاع التكنولوجيا عندنا العديد من الأخوات مسكين يعني قطاعات مهمة في مجال التكنولوجيا. في مجال العلوم ما شاء الله جامعة قطر تسخر بالكفاءات القطرية من السيدات في مجال العلوم، عندنا الأخت الدكتورة مريم المعاضيد ماسكة قطاع مهم جدا ونائب لرئيس الجامعة في قطاع البحوث والدراسات، وهي من القطاعات المهمة أيضا. بس ننوه أن الدكتورة مريم أيضا مشاركة في هذه الفعالية وموجودة معنا اليوم. نعم. صحيح. نعم. عندنا أيضا أمثلة كثيرة غير دكتورة مريم، كلمينا عنها. يعني صعب حصر مثل هالشخصيات، لكن عندنا مشاريع كبيرة في الدولة، أنا بتكلم عن المشاريع لأن الشخصيات من الصعب أن أحصرها، ويعني قد يعني يسهى عن بالي بعض الأسماء، لكن عندنا مشاريع جدا رائدة في الدولة تهتم بالفتيات والبحث العلمي. يعني عندنا جائزة التميز العلمي اللي يرعاها سمو الأمير ويحضرها سنويا، هذه تعزز البحث العلمي عند كافة الشرائح، ويمكن حتى نلاحظ أن يعني يمكن 70% أو 80% من الفائزين بالجائزة سيدات ونساء، وهي أكبر دليل على اهتمام الدولة على قوتهم وقدرتهم أنهم يعطون في هذه المجالات، وأيضا في المجالات الأخرى أيضا، وإنما يطورون من أدائهم ويوصلون تميزهم. الشيء الآخر برنامج البيرق، برنامج البيرق من البرامج المهمة اللي تقودها جامعة قطر بالشراكة مع العديد من المؤسسات، صراحة برنامج هادف ينمي مهارات البحث العلمي ويكون لك باحثات وعالمات صقيرات بإمكانهم أنهم يصبحون في المستقبل مبتكرات ومبدعات في مجال في المجال العلمي. عندنا مسابقة البحث العلمي، الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، العديد من المشاريع. مشاريع كبيرة دكتورة حمدة، ما نقدر نحصرها. لا، وفائدتها كبيرة أيضا، ليس فقط بقوتها وإن فائدتها، ولا تقتصر بعض فائدتها على دولة قطر وإنما تعم العالم كله. هذه يعني فيما يخص التوزيع. طيب نبي نتكلم شوي عن الفعالية اليوم، كلمينا عن أبرز المحاور اللي راح تكون اليوم. طبعا اليوم عندنا اللي هو تكلمت معنا الأخت بثينة الملا عن مسيرتها وتقدمها في المجال العلمي كشخصية يعني معروفة في مجال الطب. أيضا عندنا برنامج البيرق راح يكون في عرض تقديمي حوله، ثم بعد ذلك ستكون هناك ندوة تقدمها الأخت فاطمة المعاضيد، وسيشارك فيها مجموعة من الفتيات في اللي الآن يحضرون لدراسات الماجستير أو الدكتوراه. يعني أعتقد أن بتكون مثل هالنماذج دافع وحافز للأخريات من الفتيات أنهم يعطون ويشاركون ويتميزون. شكرا لك دكتورة، أشعر بالفخر بكل هالكلام اللي قلتي خصوصا فيما تحقق المرأة، شكرا على وجودك معنا. إحنا هدفنا ندعم أبنائنا وبناتنا من الجنسين أنهم يتقدمون في المجال العلمي وفي المجالات الأخرى، لأنهم هم الأساس لبناء هذا الوطن، هم أساسنا، وثروة الدولة هي أبنائها بإذن الله. وإن شاء الله نشوف مثلك كثير دكتورة. شكرا على وجودك. شكرا لك. مشاهدينا كانت معنا الدكتورة حمدة الصليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، كلمتنا كثير عن هذا المجال ووين يكون دور المرأة، وراح أسعد أكثر أن أنا أستضيف أيضا من الدكتورة مريم المعضيد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا. صباح الخير. أهلا وسهلا. دكتورة الله يعافيك. دكتورة في البداية كلمينا عن شعورك وانت تحضرين مثل هذا اليوم. سعيدة صراحة بالاهتمام اللي تقيمه اليونسكو وجامعة قطر والتعاون الدائم بيننا فيما يخص دعم العلوم والتكنولوجيا وأهداف التنمية المستدامة، واليوم أيضا بخصوص التعاون لدعم المرأة والفتيات في العلوم.
دكتورة حابة شوي أسألك عن أهمية الاهتمام في هذا اليوم، واقع الفتاة مستقبلا كيف راح يأثر عليه اهتمامكم اليوم بهذا الفعالية؟ صراحة هذا الاهتمام مهم جدا للتقدم العلمي لأي مجتمع. عدد الطالبات في جامعة قطر تقريبا 76% من مجموع الطلاب، وإحنا سعيدين بتوجه العديد من طالباتنا في تخصصات علمية وتكنولوجية وهندسية وصحية. هذا العدد فيه ازدياد، ونطمح أيضا بزيادة هذه الأعداد مستقبلا بإذن الله. كلمة أخيرة تحبين تقولينها دكتورة، بما أنك أيضا قامة في هذه الجامعة، نصيحة تهدينها للطالبات أو حتى للبنات في الثانوية؟ توجد لدينا العديد من البرامج التوعوية، عندنا سايكل أو دورة متكاملة بالتعاون مع المدارس، فعندنا تعاون بين المدارس الثانوية والمرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا ومرحلة ما بعد الدراسات العليا، فندعو مزيد من الطالبات وأيضا الطلبة للانخراط في هذه البرامج التوعوية والتكنولوجية والعلمية والهندسية بإذن الله، وإن شاء الله كلمتك توصل لهم. دكتورة شكرا على وجودك معنا. شكرا جزيلا. مشاهدينا كانت معنا الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، شفنا مع بعض واستمعنا منها أن جامعة قطر فيها العديد والعديد من التخصصات في المجالات العلمية الصحية الهندسية، كلها متاحة أيضا للطالبات. عدد البنات يمثل 66%، نتمنى أيضا عدد الشباب يزيد ويتنافسون فيما بينهم. ولا ننسى دور المرأة كثير كبير في هذه المجالات، وأثرت كثير في مجالات التكنولوجيا والعلوم في دولة قطر، وإن شاء الله راح تساهم أكثر. هذا كل ما عندي من جامعة قطر، نرجع للاستديو. شكرا زميلتنا مريم المنصور في جامعة قطر، وأكيد الشكر موصول لضيفاتك الكريمات، وبالتأكيد يعني تحية تقدير لهذه الجهود الكبيرة اللي قاعدين نشوفها اليوم واللي تبذلها في المقدمة جامعة قطر في سبيل تعزيز دور ومكانة المرأة. وخلونا مشاهدينا ومستمعينا الحديث من العلوم والتكنولوجيا إلى الحديث عن المرأة في مجال الرياضة، معنا اليوم بطلة في مجال الرماية لها عدة إنجازات، آخرها حصولها على المركز الثالث في الدورة السادسة لرياضة المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي والذي أقيم في الكويت. معنا عائشة الأنصاري. صباح الخير يا عائشة. صباح النور. عائشة على صعيد شخصي أنا جدا سعيدة بوجودك معنا، وجدا سعيدة أن أنا أشوف يعني نجمة صاعدة في مجال الرماية. عائشة كلمي لنا شوي عن مشاركتك في هذه الرياضة تحديدا، ليش اخترتي الرماية؟ كنت أحب الرماية من وأنا صغيرة، كنت أروح وأشوف اللي يرمون، كان أخوي مشارك، فكبرت شوي وأمي دخلتني، حبيت الرماية وايد، قريت عنها وعرفت عنها زيادة. حلو. طيب أنت قلتي من يوم أنا صغيرة حبيت هالشيء، أكيد أن في حد ساعدك أو يمكن خلاك توصلين لهالمكان اللي احنا نشوفها اليوم. أي أمي وأبوي أول داعمين لي، ويوم دشيت عطوني حافز كبير، والمدربين اللي هناك والرماة شجعوني وساعدوني عشان أوصل حق المكان. احنا دائما نقول ان مثلا الانسان لما يكون عنده موهبه يحتاج حد انه يساعده او يدعمه في هالمجال، ذكرتي ان الوالدين الله يحفظهم هم اللي يدعمون، شنو الاشياء اللي كانوا يعني يقولون لك تتصرفين على اساسها على اساس ان يدعموك في هالجانب؟ قالوا لي اركز في رمايتي طبعا عقب دراستي، وبعد المدرب ساعدني وايد يعني طور مني. صدق في البدايه كنت ما اعرف ارمي، لكن عقب علمني وعلمني شلون ارمي عدل، وكل كلام كان يجيني طاقه ايجابيه من الرماة والمدربين والاداريين. حلو. يعني مريم الموهبه تحتاج تدريب؟ اي اكيد يبي لها وايد تدريب، واللي يحب هالشيء اكيد راح يكون يعني راح يبدا في المجال اكيد. يمكن انت ذكرتي موضوع ان اهلك يقولون لك الدراسه، وهاي يمكن اي تحدي يعني اي بنت او اي انسان عنده موهبه يمكن يلاقي هالمشكله، مو قادر يعني اوازن بين الدراسه وبين الموهبه اللي انا احبها، انت شلون قدرتي توازنين؟ الرمايه كنت اروح فيها ايام مخصصه 3 أيام في الاسبوع، وباقي الايام كنت ادرس فيها، ما كان شيء صعب علي اني افرق بين دراستي وبين رمايتي، الحمد لله. يعني قدرتي توازنين بين الاثنين. زين كلمينا عن مشاركتك اللي هو انت صاحبه او حاصله على المركز الثالث. المركز الثالث كنا فريق،
واجتهدنا وسوينا وبذلنا كل مجهود عشان نوصل حق هالمركز. الحمد لله. عاشة، أعتقد بعد كانت لك مشاركة مميزة في 2018 في كأس الأمير، كان أيضا يعني حصلت على مراكز متقدمة في هالجانب. كانت بدايتي 2017، كانت أول بطولة لي، أخذت فيها الذهبية عقب ما دشيت فاينل مع السينيورز، أخذت الذهبية الجونيور. شنو نوع الرماية اللي أنت متخصصة فيه؟ سكيت. يعني الرماية أنواع مختلفة. أي أنواع عندنا؟ سكيت وتراب. أنا دشيت سكيت الحمد لله، توفقت فيه. السكيت اللي هي شنو؟ اشرحي لنا. أطباق تطلع لك من فوق يمين يسار وترمي وتسدينهم، بس التراب عكس يطلع لك من تحت الأرض. طيب عاشة، من مثلك الأعلى في الرماية؟ والله وايد عندك، يلا قولي لنا. ناصر العطية أولهم أكيد، بطلنا نوجه له تحية. إي بعد عندي محمد الثاني بعد كان يدعمني، ووايد بل حتى رماة أجانب. طيب عاشة، في الختام شنو نصيحتك لكل فتاة عندها موهبة؟ لا تفوتين الفرصة، بتكونين قدوة حق غيرك، واخذي الخطوة وتقدمي، واحنا بنكون أول داعمين لك. أكيد، وانت خير مثال، يعني طالبة في المرحلة الثانوية لكن أيضا نجمة وقاعدة تسعين وتجتهدين للوصول إلى هذه أو إلى درجات عليا. عاشة الأنصاري، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم في الاستديو. مشاهدينا مستمعينا، نعود إلى فعاليات اليوم الرياضي، تقرير التالي ياخذنا لحديقة أسباير وكتارا، نشوف جانب من هذه الفعاليات. يوم رياضي حافل شهدته دولة قطر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، احتفالاً بالنسخة التاسعة من هذا اليوم الذي يشارك فيه أهل قطر من مواطنين ومقيمين في مختلف الفعاليات التي تغطي كافة أراضي الدولة. البداية مع الحي الثقافي كتارا الذي شهد مشاركة واسعة لأكثر من 50 جهة ومؤسسة من مؤسسات الدولة، حيث أعدت كتارا برنامجاً حافلاً يزخر بجميع ألوان الرياضة والنشاط الحركي، تجسيداً لمساعي الحي الثقافي في ترسيخ الرياضة كمنهاج حياة وتحقيق الوعي بأهميتها. أما مؤسسة أسباير زون فشهدت مرافقها المميزة مشاركة آلاف المواطنين والمقيمين الذين توجهوا إلى حديقة أسباير بصحبة عائلاتهم للمشاركة في شتى الفعاليات التي تهدف إلى الترويج لممارسة النشاط البدني كسلوك صحي يومي، تماشياً مع رسالة المؤسسة الرامية إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية، وهو ما يسهم بدوره في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. مشاهدينا ومستمعينا، خلونا نروح فاصل قصير وراجعين لكم من بعده نستكمل فقراتنا. يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا ومستمعينا من جديد. عقدت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مهرجان الوسمي، والذي يشتمل على مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة والعروض المستوحاة من الحدائق العالمية. خلونا نتابع التقرير. لتقديم تجربة مشوقة للجمهور وإتاحة فرصة ثمينة للاستفادة والاستمتاع بأجواء الربيع،
عقدت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مهرجان الوسمي الذي سيقام اعتبارا من 18 من فبراير. سينطلق المهرجان في 18 من فبراير ويتواصل حتى 22 في تلال كتارا الجنوبية، حيث سيكون فرصة يتعرف من خلالها الزوار على التصاميم الفاخرة لمختلف أشكال الحدائق والجنائن، حيث سيضم تصاميم حدائق عالمية من بريطانيا وفرنسا واليابان والهند وقطر. كما يوفر المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة والعروض، منها العروض الخيالية الحية المستوحاة من كل وجهة من هذه الحدائق، بالإضافة إلى سوق الزهور، حديقة الفنون التي تم تخصيصها لتضم أنواع مختلفة من الفنون مثل الجرافيتي والكاريكاتير، يشارك فيها الفنانون برسم مباشر أمام الجمهور. يأتي مهرجان الوسمي لتعزيز مكانة المؤسسة العامة للحي الثقافي كوجهة سياحية بارزة في قطر والمنطقة، وذلك من خلال سعيها المتواصل إلى تقديم كل ما هو مبتكر ليس فقط على مستوى نوعية الفعاليات والمهرجانات التي تقدمها على مدار العام، ولكن أيضا على مستوى أبعاد المهرجان نفسه، سواء أكانت سياحية أم ثقافية أم ترفيهية. ولازلنا في الثقافة ونبقى مع كتارا، حيث تتواصل فعاليات النسخة الرابعة من معرض مبدع الفنون البصرية تحت عنوان قلم رصاص، والذي افتتحه سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي في وقت سابق. يعكس هذا المعرض تراث قطر الإنساني وماضيها بمشاركة قامات فنية متخصصة من وزارة التعليم والتعليم العالي ومشاركات طلابية واعدة ليقدموا جزءا من فكرهم وطموحهم وثقافتهم الإنسانية، مساهمين بحسهم الابتكاري في تنمية وتطوير الحراك الفني والثقافي والذي تشهده قطر. للمزيد حول المعرض يسرنا أن نستضيف الفنانة التشكيلية فاطمة الخلف. صباح الخير فاطمة. يا هلا ومرحبا، صباح النور فيكم، أتشرف اليوم زيارتكم للاستوديو. طبعا فاطمة، اليوم الاستوديو تحفة فنية، وأكيد الجمال هذا اللي قاعدين نشوفه في مجموعة اللوحات اللي أكيد راح نتكلم عنها. بداية نبي نتكلم عن أهمية المشاركة في معرض قلم رصاص. نعم، معرض قلم رصاص هو النسخة الرابعة من معرض مبدعي فنون بصرية للمعلمين والطلاب. الهدف من هذا المعرض هو مشاركة أكبر عدد من الطلاب فرصتهم أنهم يقدمون أعمالهم المتميزة، خاصة فئة الموهوبين فنياً، وكذلك الفرصة للمعلمين. فأصبحت عندنا الشراكة المجتمعية كخلق علاقة بين الطالب بيئته التعليمية المتميزة، وكذلك نوجهه إلى الأماكن الصحيحة مثل المعارض اللي هي المعارض الفنية في كتارة ومطافي وغيرها. فكانت نعم. هذه النسخة اللي هي عبارة عن قلم رصاص بتقنيات قلم الرصاص للرسم، وهي من التقنيات اللي فيها تفاصيل كثيرة وفيها موهبة تكون أدق من المواهب السابقة. وتدرين الحلو الاسم. أي نعم. يعني الاسم يشد كثير، قلم رصاص، يعني أكيد في له معنى من ناحية الفن التشكيلي. أكيد قلم الرصاص هي، ليش أنا قلت لك هي تعتبر شوي أدق، ممكن أقول لك هي أصعب، ليش؟ لأن فيها تفاصيل، فيها استخدام خامة واحدة اللي هي قلم الرصاص، شلون الطالب يقدر ينوع باستخدام هذه الخامة. طيب شلون شفتي أعمال الطلاب؟ أعمال الطلاب في المعرض الصراحة كانت متفاوتة ورائعة جداً، أنك أنت تدخلين المعرض وتشوفين الزخم الهائل من الأعمال. الأسلوب طبعاً يكون في اتجاه الطالب، يعني عنده اتجاه معين، عنده فكرة معينة، ممكن يكون متأثر بفنان معين أو متأثر بفكرة معينة. نعم. يبتدي يطرحها، أو أنه يكون هذا الطالب أساساً عنده مهارة فطرية، يعني أو أنه يكون عنده ملكة موهبة فعلاً يبتدي يستغل نفس هذه المعارض اللي طرحتها الوزارة، وممكن يكون محب للفن
تم اختيار أعماله تكون بداية نجاح له، أنه هو يكتسب خبرة، يكون عنده اطلاع، يكون عنده وعي بزيارة المعارض. فجانب الفني للطلاب جدا مهم، بحيث أنه هو يرسخ لهم أو يزيد من معرفتهم الثقافية الفنية. والحلو فاطمة أنه يعني المعرض لا أكثر من هدف، يعني هو قاعد يرسم، يعني يستثمر موهبته، في نفس الوقت قاعد يروج للأعمال. صحيح بالضبط. الهدف بعد أن الطالب لما يدخل هذه المعارض يثري ثقافته، يشوف، يحدد أو يقيم نفسه ذاتيا، يعني نعم. بينه وبين نفسه يقدر يقيم، يقدر يشوف، يطلع، يكون عنده مطالعة، ومنها يقدر يأسس نفسه كفنان في هذا السن. بالتأكيد، بالإضافة لتكوين العلاقات. خلينا نتكلم عن فاطمة الخلف، فنانة تشكيلية، نبي نتكلم عن مشوارك في مجال الفن التشكيلي. نعم، طبعا المشوار الفني، أنا يمكن دخلت الساحة الفنية متأخر جدا في 2014، بس أنا من زمان كان عندي اللي هي الرغبة الفنية. نعم. أو اللي هي المهارات الفنية بجميع اتجاهاتها، فكان تشجيع هو طبعا من الأهل، من المدرسة، من البيئة اللي حوالي، اللي شجعتني أني أكمل وأدرس الفنون البصرية أو التربية الفنية في الجامعة. نعم. اللي الحين أنا مدرسة تربية فنية أو فنون بصرية، لكن دخولي إلى الساحة الفنية متطلب أن يكون عندي ثبات فيها، يكون عندي، يعني أنا على أساس أدخل الساحة الفنية لابد أني أكرس اسمي كفنان، لابد أن يكون عندي نظرة، عندي فكرة، عندي اتجاه، عندي معرفة قوية بالفن، أني أفهم، أحقق علاقات قوية مع خاصة فنانين المحليين والفنانين العالميين. فعشان كذي كانت هاي الخطوة قرار قوي أني أنا أدخل في 2014 إلى الساحة الفنية. كذلك في 2017 كان عندي أول معرض فني أنشأته بفكرة من البلد نفسها، أو قضية مجتمعية كانت. جميل. طيب فاطمة، خلينا يعني نتكلم عن اللوحات اللي الحين قاعدين نشوفها في الاستديو. نعم. ممكن تشرحي لنا يعني طبيعة اللوحة، الألوان، المعنى، الرمز اللي ترمز للوحة. اللوح عندي تختلف تقريبا بتناول القضية اللي أنا دائما أطرحها. معظم القضايا اللي أنا أطرحها تكون هي عبارة عن قضايا مجتمعية، عن الفرد الشخص في المجتمع، ممكن تكون وطنية كانتماء للوطن. ممكن أقول يعني أن احنا دائما كمحشر الفنانين لنا مدارس فنية أو مذاهب فنية. أنا ما أروح إلى مدرسة معينة، ولكن غالباً تشوفيني في المدرسة أما تكون هي السريالية أو الواقعية، وبين يعني الثنتين. حلو. على حسب الموضوع اللي أطرحه. إذا طرحت موضوع يتكلم أو يتناول عن الهوية الوطنية، ممكن أنا أدخل شوي فيها ناحية السريالية كتعبير فني سريالي. طيب خلينا نعلق على اللوحات، إيش رأيك؟ ممكن إحنا ناخذ اللوحة اللي على يسارك، تشرح لنا شنو يعني شنو الهدف منها أو الرمز اللي ترمز له؟ هي أحد اللوح اللي شاركت فيها في معرض رجال ونساء، المعرض الشخصي اللي كان في 2017. تقريبا هي فكرة من سلسلة لموضوع رجال ونساء، تتكلم عن دور المرأة ودور الرجل في الدولة، وش قد أن دور الرجل هو مهم جدا ودور المرأة أيضا كذلك. بس بالنسبة لهذه اللوحة، الشماغ دليل على القوة. أنا دائما أدخل يمكن الشماغ، ويسألوني ليش تحطين الشماغ في اللوحة، يمكن الشماغ ليش قوته أنه هو لونه الأحمر دليل على القوة، وكذلك الشماغ من مقتنيات الرجل، فالرجل عندنا هنا في المجتمع عنده قوة أكثر من المرأة، لكن دخول الورد أو الشيء الرمز الناعم هذا هو دخول المرأة في حياة الرجل، بحيث أنه يكون في تغيير، يكون في مشاركة، تشارك بالضبط. إيه نعم. طيب بالنسبة للوحة الثانية، اللوحة الثانية هذه من أعز اللوحات اللي أنا أفتخر فيها الصراحة. كانت هي مشاركة مع وزارة الثقافة في فعالية، إحدى الفعاليات. إيه نعم، في إحدى الفعاليات اللي هي الريشة المداد، الريشة والمداد. بالفعل أنشأت هذه اللوحة عبارة عن قوة
القيادة عندنا، وكذلك روحه اللي هي فيها نوع المرونة مع الشعب. فكانت هذه اللوحة عبارة عن أبستراكت، فتشوفينها كنوع توضيح من السريالية. نعم. يتوسطها الأمير، وخلف الأمير فيها قوة الصقر يعني، والجناح هو دائما رمز الجناح ورمز العطاء. لما تشوفين يعني شوي خلف اللوحة أو الخلفية تشوفين عبارة عن أفق البحر اللي هي عبارة عن السفن المحملة، وهي عبارة عن الخير. فاطمة، أنا قاعدة أشوف اللوحات إن في قوة في الألوان. نعم. قوة الألوان. نعم. قوة الألوان إحنا هني ممكن نقول تأثر بالمدرسة التأثيرية اللي فيها ضربات الألوان. شنو يعني المدرسة التأثيرية؟ اللي هي اكتساب قوة لون أو النور من الشمس في الضربات القوية هذه، فعلا هي تعطي قوة للوح. طيب خلينا شوي نتذكر المحطات اللي شاركتي فيها قبل، بالإضافة اللي ذكرتيها قبل شوي اللي هو ريشة، محطات أخرى أو مشاركات مختلفة؟ طبعا في مشاركات عدة شاركت فيها، منها الريشة والمداد، منها سيمبوزيوم حقوق الإنسان اشتركنا فيها برسم، أنا اشتركت فيها في رسم لوحة للمكفوفين، حق المكفوف في البلد، عدة مشاركات ويا الجمعية القطرية للفنون التشكيلية، وكذلك مشاركات خارجية كان. طيب نتكلم عن المشاركات المستقبلية، وشين الخطوات القادمة لفاطمة الخلف؟ هو بالنسبة للمشاركات المستقبلية كفنان الإنسان لابد أنه هو كل يوم يبتدي يمارس مهارته هذه حتى ما تضمر وياه مع الوقت، حتى لو كانت الممارسة ذاتية. أما بالنسبة لي ممكن أقول عنها الإضافة الجديدة اللي أنا ممكن راح أخليها، هي عبارة عن سكتشات يومية، ما أقول عنه مشروع لكن هو عبارة عن نوع من أنواع الفن الورقي. حلو. سكتشات فنية، أنا كمعلمة فنون بصرية هي الحياة اليومية اللي تصير بيني وبين طالباتي. إيه نعم، والقضايا اللي ممكن تطرح في المدارس. جميل وحلو أنه يعني المهنة اللي عندك نفس الشيء، نفس الموهبة اللي أنت فيها، فهي يساهم في تعزيز الموهبة. بالضبط، تعزيز الموهبة، وكذلك هي نقل رسالة، مثل ما الشاعر عنده رسالة، مثل ما الشاعر عنده أو الكاتب عنده كذلك. صحيح. رسالة. فإذا الفنان لما يشعر بالحياة يبتدي يعطي فنه برسالة. فاطمة، نبي كلمة أخيرة لكل إنسان عنده موهبة في مجال الفن أو في مجال رسم الفن التشكيلي تحديدا. نعم، استغلال الفرص أهم ما على الإنسان، أنه أول ما يشوف الفرصة قد أتاحت له لابد أنه يستغلها، خاصة الناس اللي هم حاسين فعلا لهم رغبات فنية. أهم شيء يكون عندهم يعني، لا تروح بعيد، خلي يكون عندك سكتش. السكتش عبارة عن دراسة يومية المخطط. أحسنتي. بالضبط. فاطمة الخلف فنانة تشكيلية، سعدنا بوجودك معنا، شكرا لحضورك والجمال اللي انعكس على الاستديو اليوم في هاللوحات الجميلة. شكرا لك. مشاهدينا ومستمعينا، ولازلنا مع الأجواء التعليمية الفنية، نروح مباشرة إلى وزارة التعليم والتعليم العالي مع الزميل محمد الشهراني لمتابعة تفاصيل الحفل الختامي وتكريم الفائزين في المسابقة الفنية الكبرى لذوي الاحتياجات الخاصة. صباح الخير يا محمد. يا هلا ومرحبا فيك، صبحت الله بالخير. ايضا الساده المشاهدين صبحكم الله بالخير. موجودين اليوم في وزارة التعليم والتعليم العالي في ختام النسخة الخامسة من المسابقة الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة التي تنظمها مدرسة حسام الثابت الثانوية البنين. راح نتكلم أكثر عن هذه المسابقة وعن التحدي اللي صار وعن التكريم مع الأستاذ قاسم محمد الشمري موجه فنون بصرية بوزارة التعليم والتعليم العالي. أبو محمد صباح الخير وعساكم على القوة إن شاء الله. اليوم كان الختام المسابقة، شلون لقيتوا التحدي؟ شلون لقيتوا التنافس؟ شلون لقيتوا الإقبال على هذه المسابقة؟ والله صراحة أول شيء صبح على المشاهدين بكل خير، وثاني شيء أشكر القائمين على هذه الفعالية لمدرسة حسام بن ثابت ومدرسة موزة والداعم الرسمي شركة قابكو. صراحة يعطيهم ألف عافية، وطلابنا يستاهلون الدعم صراحة، والله يستاهلون كل دعم من كل جهات المجتمع. والمسابقة أو الفعالية هذه كانت يعني فعالية كبيرة، فيها 110 مدارس مشاركة في الفعالية و350 طالب،
وطبعا كان يعني يوم مثل ما تقول يوم صعب تشوف الطلاب ومشاركة ودك الكل يفوز في الفعاليات هذه لأن يستاهلون منا كل دعم. اللي فازوا تقريبا 38 طالب من المدارس هذه، كل مدرسة فاز منها طالب، وكانت تقييمنا الأعمال يعني فيها مثل ما تقول تحاول ترضي الكل، ما تحاول حد من هالطلاب يطلع هو ولا هو يكون راضي إن شاء الله. إيش موضوعكم السنة هذه؟ أنتم ما شاء الله كل سنة عندكم موضوع، السنة هذه إيش كان موضوعكم أو وليش ركزتوا على هالموضوع مثلا؟ طبعا السنة هذه المرة الخامسة على التوالي، السنة هذه كان قطر مهد الرياضة وركزنا على الموضوع هذا لأن من ضمن فعاليات أول شيء اليوم الرياضي زين يصادف اليوم الرياضي ويصادف بعد اهتمام الدولة وإن شاء الله يقرب كأس العالم 2022 ونحب الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة يشاركونا في فرحتنا واستعدادنا لكأس العالم. والله يعطيهم العافية، تشوف ما شاء الله ابدعوا وكل واحد عبر عن أفكار ويعني أشياء تحس أنه ما شاء الله منطلق وهو قاعد يرسم هاي الأعمال هذه. توجهاتكم مثلا السنة الجاية، هل تتوقعون المدارس راح يزيدون؟ المواضيع راح تتغير أكيد، بس تتوقعون المنافسة تكون أقوى؟ والله المنافسة كل سنة أقوى عن اللي قبل، وكل واحد يحاول يشارك ويحاول يفوز، وحسيت في إصرار الكل يعني كل واحد يحاول يعطي أكثر ما يقدر من شغل ومن طلاب ويدربون طلاب على هالمسابقة واستعدادهم من المسابقة يكون استعداد من مستعدين فترة يعني قبل المسابقة أساس الطالب يكون إن شاء الله مستعد لهالفعالية. أستاذ قاسم، مثل هالفعاليات مثل هالأمور الفنية شيء طبيعي إن تكتشفون أشياء جديدة في الطلبة، شو الأثر اللي يخليه مثلا يكون تأثيره مثل هالبطولات على الطلبة؟ والله هذا يعطيهم حافز، يعطيه حتى الطالب اللي مثلا أبدع في المسابقة وأنتج وأعطى في العمل الفني تخليه يستمر ويعطي أكثر وأكثر، وفي طلاب ما شاء الله كنت أشجعهم واستانس عند تحس فيه الفرحة وتحس أنه وده يبدع وده مثلا يقول أنا رحت البيت بقعد أكمل رسومات، وفي بعضهم لا حس أنه في أخطأ في بعض الأمور وغير الرسم وقاعد يرسم من جديد على أساس أنه يصحح أخطاء، فهذا الحمد لله دافع للطلاب دافع قوي لهم الله يعطيهم. استاذ قاسم محمد الشمري موجه فنون بصري بوزاره التعليم والتعليم العالي، بيض الله وجهك. بيض الله وجه ايضا ادارات المدارس اللي شاركوا ايضا شاركوا في التنظيم، ايضا للجهه الداعمه وايضا لوزاره التعليم والتعليم العالي، وان شاء الله نلتقيك في النسخه الجايه باذن الله. ان شاء الله، ونشوف ان شاء الله عدد اكبر وان شاء الله يزيد عدد الفائزين ان شاء الله في المسابقه، والله يعطيهم الف عافيه، ونشوف ان شاء الله مبدعين فنانين ان شاء الله باذن الله. الله يجزاك خير استاذ قاسم. طبعا اعزائي المشاهدين هذه الاحداث اللي موجوده في النسخه الخامسه من المسابقه الفنيه لذوي الاحتياجات الخاصه اللي تنظمها مدرسه حسام بن ثابت الثانويه البنين وبدعم عدد من الجهات وايضا مشاركه المدارس اللي موجوده. الله يعطيهم العافيه ويسهل امورهم. هذا كل اللي عندي من وزاره التعليم. زميلنا محمد الشهراني شكرا لك ولضيفك الكريم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم، غطينا لكم فيها مواضيع مختلفة وكانت ثقافية فنية رياضية تعليمية. أكيد لأي استفسار واقتراح نرحب باستفساراتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامكم. شكرا لكم وموعدنا يتجدد في الغد. إلى اللقاء.